الخطوة الثانية في التحليل الإحصائي بعد البيانات الوصفية اللي احنا ذكرناها هي المقارنات، بقارن بين مجموعات. يعني أنا اديت مجموعة علاج معين ومجموعة أخرى علاج آخر، فعايز أقارن بين المجموعتين مثلا. في المقارنة إما هتتم بالبارامتريك تيست اللي هم الاندبندنت تي تيست أو الامبيرد ستودنت تي تيست، لو الداتا بتاعتي كانت نورمال ديستريبيوتد، ولو ما كانتش نورمال ديستريبيوتد بلجأ للبديل بتاعها نون بارامتريك تيست. بلاش نختار الاندبندنت ده لان طريقة ادخال البيانات فيه مش ظريفة، ممكن ادخله على ليجاسي دايالوجز واختار منها التو اندبندنت سامبلز اللي انا هختارها دلوقتي. فانا بالنسبة لي عايز اقارن مثلا الايج تمام وال النمبر ده مثلا، هقارنهم مين حاجه اسمها الجروبينج فاريبل اللي هو بيقسم لي المجموعات. انا نوع العلاج عندي هو الجروبينج فاريبلز، الناس اللي بياخدوا العلاج الاول والعلاج التاني. يقول طب عرف لي دي معناها الفاريبلز اللي انا دخلتها الكودز بتاعها. يعني انا هنا كنت حاطط كودز العلاج الاول اسمه كذا والتاني اسمه كذا تمام، فادخل نفس الارقام الفاليوز دي هدخلها هنا واحد واتنين. جروب واحد هي واحد، جروب اتنين هي اتنين. ممكن تكون مدخل زيرو واحد يبقى تدخل هنا زيرو واحد. ايه الاختبار اللي احنا هنشتغل بيه؟ عندنا المان ويتني هو اللي بيقارن بين مجموعتين عدديتين لا يتبعان التوزيع الايه الطبيعي. بس مش عايز اختار اكتر من كده. اكزاكت فيشر مش محتاج، الاكزاكت اللي هو عند نسبة 5%، والاوبشن ان هو يجيب لي بيانات وصفية مش هتفيدني، بس انا هوريها لك وهقول لك ازاي. اوكي، البيانات الوصفية اللي هو جابها لي اداني متوسط وستاندرد ديفيشن. للاسف انا مش بتعامل مع لا الستاندر المتوسط ولا الستاندرد ديفيشن طالما ان البيانات بتاعتي مش نورمال ديستريبيوتد. خلاص انا المفروض اتعامل بميديان ورينج او ميديان وانتر كوارتايل رينج او لكن طالما ان الفرق مش كبير بالشكل ده، طالما ان الستاندرد ديفيشن اقل من نص المين، ممكن اعتمد على المين والستاندرد ديفيشن. لكن لو داتا زي دي مثلا 2 والمتوسط بتاعها 2.78 وهنا الستاندرد ديفيشن 2.2، هنا انا مش هقدر يعني اعبر عن الداتا بالشكل ده لان كده يكاد يكون متقاربين للستاندرد ديفيشن والمين. فخلاص انا هعمل الصح في الحاله دي واستخدم الميديان والستاندرد ديفيشن. هنشوف هنجيبهم ازاي. الخطوه اللي بعد كده بشوف السيجنيفيكانس. ادي التست اللي هو اختاره لي بالنسبه للمتغير الاول ما كانش سيجنيفيكانت والمتغير التاني كان سيجنيفيكانت، فاذا في فرق بين المجموعتين فيما يخص المتغير التاني لكن المتغير الاول لا. من الناحيه الفنيه لو انا بقارن بشتغل مثلا على علاج معين بقارنه بعلاج تاني، فانا عايز في البيز لاين يعني في البداية بتاعتي يكون مفيش فروق. عايز احيد الفروق المبدئية، عايز استخدم مجموعتين متماثلتين في الخواص المبدئية بحيث ما لما يظهر معايا نتيجة بعد كده ممكن عزو هذه النتيجة للعلاج اللي انا استخدمته، وإلا فانا مش هعرف التغير اللي حصل ده كان بسبب البقايا اللي كانت موجودة في الأول، الفروق الأولية اللي كانت موجودة من البداية، ولا من العلاج اللي انت أدخلته. فعموما يهمنا في البداية ان الفروق ما تكونش significant بين المجموعات. طب انا هعبر عن اكتب الكلام ده في جدول ازاي؟ وليكن مثلا عندي ملف وورد نيو، نفتح ملف جديد تمام. من الناحية الفنية في حاجة اسمها academic tables، تيبل أكاديمي. يعني بكل بساطة ممكن تعمل انت تيبل اهو تمام بالشكل ده. خلاص هو تلات أعمدة أغلب الجداول. خلاص ممكن تزود واحد تاني خليهم أربعة. حط فيهم مين؟ حط هنا الفاريبل الأولاني أقول مثلا treatment 1 باسمه و treatment، خلي اللغة انجليش treatment 2، وفي الخانة الأخيرة اللي هي الرابعة اللي هي البي فاليو تمام كده. تمام
يعني ايه اكاديميك تيبل؟ اولا في يعني التنسيق بيختلف من مجال لمجال، لكن ده الاشهر ان احنا بنستخدم كخط تايم رومانس، والحجم الخط 12، والمسافة بين الاسطر لو هي كانت الدي بيبر مثلا هختار 2 او 1.5 لو في الرسالة، تمام. لحد دلوقتي البوردرز نفسها برضو باجي من تبويب تيبل، طالما انا معلم على التيبل هيظهر معايا تيبل تولز، اختار منها الديزاين، وفي تبويب عندي اسمه بوردرز، اختار العلامة دي، تمام، واجي على البوردرز، تمام، وهشيل البوردر اللي فوق والبوردر اللي تحت، وازود السمكة بتاعته اخليه مثلا 2.25، واعلم بيهم الاتنين دول، فبيجي شكله بالشكل ده. ممكن نشيل الحافة الجانبية على حسب ما انت تشوف، ونفس الكلام هنعمله في الصف الاول، يعني ممكن ندوس F4 بس هنا مش اكتف، هي نفس الكلام هزود فلو انت مثلا الجدول بتاعك بالشكل ده، ده الاكاديميك ستايل. عايز بعد كده توسط الكلام هتختار مثلا هتعمل توسيط للعناوين بتاعت الكلام. برضو حتة تاني مفيدة في الجداول اللي هي الفت، اوتو فت. احنا الاوتو فت اللي بنختاره تو ويندو، يعني بفرض ان انت اخدت تيبل من البرنامج ال اس بي اس اس، وليكن التيبل اللي في الاوت كام بتاعنا اللي هو ده، ولو ان انا ما بحبش اخد تيبل مباشرة من ال اس بي اس اس، كوبي، لو جينا خدناه وحطيناه هنا ما تحس ان هو مش ملتزم بالهامش بتاع الصفحة، فانا ممكن اعلم على التيبل واختار كليك يمين، وعند اوتو فيت تو ويندو هو شدهولي شوية بحيث يبقى عند الايه، عند المارجنز بتاعت الصفحة، تمام، لكن مش هو الخيار اللي احنا بنلجأ له في ال، محدش بياخد الجداول بهيئتها كده يعني. طيب هنكمل. طب انا عملت التيبل هدخل فيه ايه؟ هدخل هنا اسماء الفاريابلز، يعني الخانه دي بخليها للفاريابل، مثلا هخلي هنا الايج، وهنا مثلا عدد المرات الفلانيه اللي احنا بندرسها. ففي الايج عايز احط اعبر عن الداتا بتاعتي في متوسط اعمار الناس اللي كانوا في المجموعه الاولى ومتوسط اعمار الناس اللي كانوا في المجموعه الثانيه، فممكن اخد الرقم ده اللي هو 31، تمام، 31، واقول له زائد او ناقص من تبويب insert symbols، واختار الرمز ده، تمام، واحط بعده الستاندرد ديفيشن اللي هو 11، تمام. ممكن اقول له هنا in years بين قوسين in years، تمام، والمجموعة الثانية طبعا مش هو الجدول ده اللي انا هاخده، انا عايز جدول مفصول فيه البيانات كل مجموعة لوحدها اللي هو الجدول ده اللي هو 31 و18 والستاندرد ديفيشن بتاعه. عشان كده انا ما بحبش اخد البيانات من النمبر مترك تيست، يعني اللي انا عايز اقوله ان البارامتريك تيست هي الجداول بتاعتها صادقه ان هي بتدي لك مين وستاندرد ديفيشن الاثنين مظبوطين، اما هنا المين والستاندرد ديفيشن بتاع الكل، وفي المان ويتني لما بيقسمهم لك بيدي لك الرانك الترتيب، انا مش عايز ده. طب هعمل ايه؟ هروح على ديسكريبتيف اكسبلور، وبدخل التريتمنت تايب اوف تريتمنت على انه هو فاكتور ليست بيقسم لي الداتا، وهقول له شوف لي الايج مثلا وشوف لي النمبر ده اللي انا بدرسه، خلاص. فهنا عندي في اكسبلور اداني ادي التايتل، اهو اداني في الايج بقى الديسكريبتيف البيانات الوصفيه اللي عندي في كل واحد، في بيانات وصفية. هنا بقى بيديني الميديان اللي انا ممكن اخده للمجموعة الاولانية كانت تاخده التريتمنت الاولاني، وادي الرينج بتاعها، فانا هاخد الميديان ده، تمام، واحطه عندي مثلا اهو. هنا الميديان كان 26 المجموعة دي، المجموعة التانية الميديان بتاعها هو 29 برضو، حط 29
ادي 26 و29، واحط بعدها بين قوسين مثلا الانتر كورتاير رينج مثلا كان من 22 ل 33 على حسب ما يكون عندي. والبي فاليو هحطها هنا اللي هي كانت تقريبا الرقم ده، هي مش significant. تمام، طيب هرجع انا للاوتبوت فيو، فباخد منه البيانات اللي انا عايزها اللي هي الميديان والانتر كوارتايل رينج، ده اللي بنعبر بيه على الداتا النوت نورمال ديستريبيوتد. طيب هنا هكتبها ازاي الانتر كوارتايل رينج؟ ده الانتر كوارتايل رينج بين الربع الاول والربع الثالث، يعني بيحصر لك النص الاوسط من الاربعه، يعني الربع الثاني والثالث اللي هم اللي في النص، الانتر كوارتايل رينج. طيب برضو ازاي هعمله؟ لو ان الميديان كان 26 فنص الكوارتايل رينج تحته ونصه فوقه، يعني 7.5 أعلى من الميديان وسبعة ونص أقل من الميديان، يعني هيكون من 19.5 لحد 33.5، ده الانتر كوارتايل رينج للمجموعة دي والانتر كوارتايل للمجموعة التانية. تمام، لو أنا مثلا عايز أحسبها بالإكسل، خلاص هفتح شيت تاني وهاخد الجدول ده كله مثلا، كوبي، بروح على الاكسل، افتح شيت فاضي خالص زي كده. طبعا احنا اتكلمنا على الوظائف بتاعت الاكسل، لو عايز اخلي خلية تسمع في مكان تاني بدوس يساوي واضغط على الرقم نفسه، يعني كده انا بقول له خد لي الرقم ده. تمام، طيب بعد كده الانتر كوارتايل رينج هدوس يساوي، واخد الانتر كوارتايل رينج ان هو 15، هدوس يساوي واقول له الانتر كوارتايل رينج على 2 اللي هو يعني هحطه فوق وتحت الايه الرقم ده، وهنا هاجي اقول له يساوي ده زائد الانتر كوارتايل رينج نص الانتر كوارتايل، هقول له هنا يساوي الرقم ده ناقص الانتر كوارتايل رينج هيبقى الرقم ده، وهاخد دول في ملف الوورد. تمام، دول كانوا للعلاج التاني، فهروح هنا على التيبل في العلاج التاني اللي هو المفروض هنا. تمام، طبعا هو نزلهم لي على هيئة تيبلز لكن انا مش عايزهم تيبلز، ممكن اعلم على التيبل نفسه واروح على تبويب تيبل لي اوت وكونفرت تو تكست. اوكي، فهو خلاهم لي كلام يعني. تمام، انا مش هيفرق معايا الكلام ده، انا عايز هكتبهم يدويا بس عايز اخد البيانات تبقى قريبة مني، وافتح قوسين اقول له من 21 وثلاث ارباع لحد 36 وربع. خلاص هشيل دول، التيبل ده كله هعمل له ديليت، واخد الداتا دي واحطها فوق، وهكذا مع الناحية التانية. كده عرفنا ازاي بنكتب الجدول بتاعنا، ازاي السيجنيفيكانس بيجيبها لي المان ويتني مباشرة، بيحطها لي في التيبل بتاع المان ويتني تحت التيبل اللي احنا شفناه فوق. اللي كان فيه السيجنيفيكانس. وبعد كده طيب المين والستاندرد ديفيشن بنجيبهم ازاي؟ ما كانوش هنا ممكن استخدم مين والستاندرد ديفيشن، مش هينفعوا، انا عايز اجيب الميديان والانتر كوارتايل رينج، بنجيبهم بطريقه الاكسبلور. في الاكسبلور لو انا عايز اجيب اخر فانكشن بدوس على العلامه دي اللي هي ريكول لاست فانكشن، ادي اكسبلور بدخل الحاجه اللي انا عايز اقسم بيها الناس اللي هي مثلا تايب اوف تريتمنت، وهنا الفاريبل اللي انا عايز اعرف الميديان والانتر كوارتايل رينج بتاعه. الانتر كوارتايل بنعرفه ازاي؟ هو بيديني المسافه كلها الرينج كله لكن مش بيديني القيمه الصغرى والكبرى، فانا بعملها ازاي؟ بقسم الانتر كوارتايل على 2 وبطرحه وازوده من الميديان، وهكذا في باقي الفاريبلز.